الله يحفظك، الله يرحمه. شكرا، سؤال قبل علينا. الله يحفظك، شكرا شكرا. والتليفون كيصوني بريفي. السلام عليكم. اهلا، هذا الدومة ولا وراجعني الصوت ديال الدومة؟ واش الدومة اتصل بيا اليوم ولا ما تكلم؟ تكلم، واش الدومة انت ولا؟ والله العظيم انت كتكلم على الهواء دابا. اخواني راه الدومه كيتصل بيا، سمعوا سمعوا اخوتي. الو الو، نعم نعم. ربيع الله يحفظك. نعم اخويا الدومه. شوف علاش كتبني في الفيديوهات تاعك؟ واش قلت اخي الدومه؟ ما كنسمعكش مزيان. الفيديوهات تاعك صاحبي، بلاتي صاحبي، اش قلتي الدومه صاحبي؟ وانت اللي كتجبدني في الفيديوهات تاعك. ايوا ما نجبدكش صاحبي، وانت كتبسل صاحبي واخصك ترشل معنا الدومه صاحبي. وانت اللي كتجبدني في الفيديوهات تاعك، علاش كتجبدني؟ واخصك صاحبي ترشل معنا الدومه صاحبي، ترشل معنا صاحبي. انت راه راجل ولا لا؟ وانت كتبقى تشطاح وكدير داكشي العائلات، وراه انت كتعصبني يا صاحبي. وانا راه فيا الغيره، راه كنغير اصاحبي على ولاد المسلمين، وانت صاحبي راه سموت وغتلقى الله عز وجل، وانت كتبسل الدومه. وانت سميتك ادم، وعلاش سماوك الدومه؟ علاش رديتي راسك الدومه؟ وكتبقى تشطح بعدا، وكتبقى تشطح، ما كتحشمش يا صاحبي، كتشطح. ويلي واش ما صونيش عليا بالنمره ديالك؟ اسمح لي. وعلاش يا صاحبي؟ وانا شوف شوف، ومع هذا والله سكنحبك انا حق الله، والله حتى عندي عزيز اخي الدومه. عارف لي كاين اخويا عمر. نعم؟ عارف لي كاين، عارف لي كاين، عارف كتبغيني. ودابا شوف شوف اسمعني، الله يحفظك، شوف خليك هيداك، ولكن شوف هذيك الطريقة بدلها الله يحفظك، خليك بديك الابتسامة والحمد لله الله كرمك، ويعني هاد الشهرة ديالك ما تكون ما تجعلش حجة لك يوم عليك يوم القيامة. أنا أعوذ بالله يا صاحبي، خصك تتوب إلى الله. صح. وانت كتشطح وتحيد حوايجك صاحبي وكتشبه بالنساء، ورانا اعوذ بالله صاحبي، غير داك الشيء مضخم ما اتصلتي بيا. وي 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 خمار. والله العظيم حتى على المباشر كتكلم معايا قسما بالله. واش كتسمعني ادم دابا؟ صافي دابا تخلص النيه لله عز وجل، كيفاش تتوب الى الله؟ الله يحفظكم، الله يرحم ولدك هشام، الله يعزك. اخويا ادم. اوه عمر. وي اخويا ادم. وي عمر. والله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، توب الى الله. انا والله العظيم اني لك ناصح ادم. امين. كنبغيوك كنبغيوك. وكيفاش وقع حتى عيطتي لي بعدا؟ كيفاش وقع لك؟ واخا عندي عندك حاجه. نعم اخويا ادم. اش قلت يا اخويا؟ والله ما سمعتك. اش قلت يا خويا ادم؟ يجي عندك الا بغيتي، يجي عندك طنجة. وانا كنعيش في القصر الكبير ماشي في طنجة، انت اللي هو طنجة ولا؟ يجي عندك الا بغيتي. اجي عندي مرحبا بك، والله العظيم مرحبا بك في كل وقت واحد. ولكن هذاك البسالة انا ما عنديش معاه، فهمتيني؟ كيعجبني انسان يكون راجل راجل. راجل انا. واش كتفهمني ادم ولا؟ واش اسمعني؟ دابا ها جاوبني، وربي سبحانه عز وجل يسمع ويرى. واش هذاك الشيء كتعملوا خويا سلام الله يحفظك، واش هذاك الشيء كتعملوا؟ واش يعني واش غتضحك ولا هذاك الشيء يعني عقيده عندك؟ غير لضحك صافي، ماشي بصح هذاك الشيء. انا راجل هنا. نعم اخويا ادم. انا راجل هنا. واش في راسك دابا انت كتكلم معايا وكنسجلك على المباشر في راسك، باش يكون في العلم ديالك؟ يا اخواني هذا الدومه اتصل بيا. يا اخواني الكرام، طلبوا رب العالمين كيفاش يرزقوا الهدايه. هذا الدومه راه اتصل بيا يا اخواني، طلبوا رب العالمين كيفاش يهديه. الله. وسمعتني يا اخواني، سمعت الدومه كيتكلم معايا مسكين. ايوا رب العالمين باغي يشرح الصدر ديالو للدين. دعوا معاه، دعوا معاه يا احباب، دعوا معاه.
تراه مريض نفسيا مسكين، الله يهديه الله يهديه اخي محمد. اذا ادوه ما راجلوس. وسمعت اخوتي ادوه ما تكلم معايا، حيت راه عملت يعني واحد الفيديو كنت تكلمت عليه. وادوه ما قطو ادوه ما صرت رجل معانا صاحبي، وهو خدامي يشطح وخدامي. ولا صاحبي واش هذه الحاله ديال الرجال؟ ولا صاحبي سخصو ترجل صاحبي. واش اخواني فهمتوني؟ وسمعتو سمعتو ادوه ما كان كيتكلم معايا ولا والو. وقال لك صاحبي جيت مكرفص مره تليفونات جوج، واحد في يدي واحد شادو كنصور به وبيكالا ربي كيحفظ. وسمعتو ادو ما يهضر معايا. اقول اصدقائي زورنا وحتى ادو ما قال يجي عندي. بارك الله فيك. امين خويا هشام. الله خويا ادو ما الله يعطيك الهدايه. هذيك البساله راه انت مزيون فهمتي، ولكن ملي كتدخل هذاك الشيء ديال النساء وكتبقى تشطاح وتحيد حوايجك راه مشكله صاحبي. كتعمل هذاك الشيء ديال النساء وهادي، وانت عزيز وغالي ومرحبا بك عندي. راه الدو ما قال لك يجي عندي ومرحبا بك مرحبا بك، والله الا نعملك فوق راسنا صاحبي. ولكن انا كيعجبني انسان راجل، كيعجبني انسان راجل يكون راجل صاحبي. اهلا 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 وسهلا، مرحبا مرحبا بك اخويا محمد، مرحبا بك. تحيه نصطات الله يحفظك خويا سليمان، سليمان احسن سليمان في العالم. يلا اخواني كنحييكم دائما وابدا. هذا خي ادوم مسكين ادوم راه اتصل بيا، يعني كنت تكلمت عليه في واحد اللايف الله يسمح لنا منه، وحنا راه بغينا لك الخير اخي ادومه والله يعطيك الهدايه. انت راك مزيون فهمتي، ويعني راك مزيون راه ماشي كنكذبوا، شحال من واحد يناقضني في هذه النقطه هذه. يعني مزيون اعظم زينه فيك يا ايها المسلم بانك مسلم، وادومه ماشي مسلم والله. ذيك ادم وشد معنا الصف الله عزك، واتق الله اتق الله. وانا والله العظيم اني لك ناصح امين. وشكرا بزاف على هذه المكالمه، وكنحييكم اصدقائي الكرام. دشنا شويه مع خي الدومه. يلا تبارك الله عليكم، والله يهدينا كاملين اخوتي، الله يهدينا كاملين. وتحيه الاصدقاء، يلا مع السلامه يا احباب، مع السلامه. تحياتي. الله يحفظك اخويا الله يحفظك. ولا خصنا ما نسبوش يا صاحبي، اش نسبوه؟ ما نسبوش يا صاحبي، حشومه علينا، ماشي خونا حتى هو. الدوما راه فيروس راه جا عندك هيأديك. لا خويا لا لا، ونطلب الله عز وجل يشرح الصدر ديالو للدين. والله يهدينا كاملين، حنا كنا فينا العيوب فهمتي. الله يهدينا كاملين يا اخي، والاعمال بالخواتيم. ولكن لا تاب هو كيدير يعني داكشي راه ناقص، راه عنده الديفو، راه عنده الليو فهمتي. الدوما راه مكاينش داكشي مزيان، راه واحد كيتشبه بالنساء. وانت صاحبي ربي عز وجل خلقك راجل صاحبي، كتشبه لي بالنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا قال يعني ويل للمتشبهين من ويل للمتشبهين بالرجال من النساء. وكذلك ومثال يا اخي، كاين بعض المراه كترد راسها راجل. خصكم تقوا الله يا ناس، يا ناس تقوا ربكم. يلا اخوتي تبارك الله عليكم. اخي عمر شحال عملتي ديال الوقت من العرايش القصر الكبير؟ وراه انت ما شفتو النتيجه صاحبي. المسافه اللي قطعت راه عملتها على المباشر، ساعه المكانه ما كاملش من المدينه، يعني من مدينه العرايش مدينه القصر الكبير، ساعه المكانه كاينها جبد وطي الدق. الرياضه يا اخواني، الرياضه الرياضه الرياضه، لابد من الرياضه يا اخوان. تحياتي لك ابو حفص، الله يحفظك اخويا، الله يكبر بك. عندك هاد السميه مشقلبه ديال الشينوا. ما هو اخواني الانسان يكتب يعني شي سميه زوينه حسن فهمتي، لا تلفتي كاع الاسماء، كتب شي سميه شي صحابي. كاين ابو بكر الصديق، كاين عمر بن الخطاب، كاين سعد بن ابي وقاص، كاين بزاف الصحابه، كاين ابو هريره، كاين عبد الرحمن بن عوف. والصحابه موجودين صاحبي، حيونا حيونا جيل الصحابه رضوان الله عليهم، هادو احسن ما اللي نقتديو بهم. الله مرحبا. وياه خويا وياه، وصلاتو رسالة خي الدومة، رسلنا عليا بأبي المسكين، دابا يولي يعيط لي. يلا إخواني تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم. أبي كلا خفت دابا نطيحو على هادي، وقلنا نوقفو نتكلمو شوية معاكم. ها التليفون، جوج تليفونات، واحد كنتكلم به يعني بليمن مع الدومة، وهذا أنا شاد به اللايف. مرحبا مرحبا ومرحبا، واللايف كيحلى مع أبو حفص الله يحفظك.
الله يحفظك اخوي، الله يحفظك، الله يرحم الوالدين. الله يا ربي، سليمان خي عمر اللحية قلتي حرام اخويا. شوف انا ما قلت والو، هذا الشرع ديالنا، اللحية راه خلقها لك ربي خصك تخليها، وما تكونش ما داك اللي كيقول لك واه اللحية ومالي اللحي وهكذا شي وها النصابة وأمواني للحي، راه ملي كتجمع كلشي يا أخي الكريم كتأدي حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد بالك، حتى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كتأديه هنايا، كتقول لك هذاك أمواني للحي، حنا كنقتديو برسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كانت عنده اللحية، اللحية كتا يعني كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كيتم غادي اللحية ديالو كتبان من الله، ومن الوراء تشوف اللحية ديال النبي صلى الله عليه وسلم، آه نعم، هكذا حكت لينا السيرة. مرحبا مرحبا، الله، يلا إخواني خصنا باش نمشيو نصليو، يلا تبارك الله عليكم، شكرا لكم شكرا لكم. انا نطلع في بيكالا دابا ونكملوا الطريق، انا قريب للدار دابا، انا قربت، وانا فهمتي كنتكلم بالتليفون، انا منوض روينه بوحدي مروبل مروبل. والله يرحم الوالدين اخوتي، وراه كنحييكم والله، راكم عزاز وغاليين من القلب الى القلب، الله يحفظكم الله يحفظكم. اخي عمر فين هاد الغيبه؟ وانا اخويا فهمتي شويه الرياضه.